فهناك قنوات كثيرة موجودة في وسائل الإعلام تحتاج بل في ضرورة إلى حماية الأمة من شرها، وذلك بتقليصها ما أمكن ثم التحذير منها بقدر الإمكان، لأن من ألقى نظرة قصيرة فاحصة فيما يكتب في وسائل الإعلام أو استمع إلى ما ينشر ولا سيما في القنوات الفضائية وجد أن أخلاق المسلم مستهدفة، فلا بد أن نحصن شبابنا من ذكور وإناث من مثل هذه الوسائل التي تدمر الأخلاق تدميرا. ولا ريب أن الأمر كما قال الشاعر: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. إن الإنسان إذا أطلق العناية لنفسه في مثل هذه الأخلاق فسيكون بهيميا، سيكون بهيميا، بل ستكون البهائم خيرا منه، لأن الله أعطاه عقلا وأقام الحجة عليه بما أرسل به الرسل من الوحي، فصارت مخالفته أعظم من مخالفة البهيمة التي ليس لها عقل ولم يبعث إليها رسول. إن علينا أن نحمي شبابنا من ذكور وإناث من هذه الوسائل التي شعرنا في ظرف قليل وفي أيام قليلة بتأثيرها في الشباب من ذكور وإناث. وليس هذا موضع ذكر الأمثلة لأن الوقت قصير، ولأنه قد يكون من المناسب أن لا تذكر، لكن أنا عندي علم أشهد الله عليه بأن تأثير هذه القنوات في هذه المدة القليلة تأثير بالغ. نحتاج إلى حماية شبابنا من هذا.